متأكد إن ده العنوان ممدوح بيه؟ أنا متأكد يا صفية، بس يعني بس إيه؟ أصل دي مساكن شباب. يعني إيه؟ يعني بالعقل كده صبري مستحيل يكون ساكن هنا. ليه؟ هو مش شاب برضك؟ يا بنت بلاش غباوي، ممدوح بيه قصده يعني إن المساكن دي معمولة للشباب اللي على جد حاله، والمفروض إن صبري بيه بتاعك مع فلوس يام، يعني يسكن في قصر ولا إيه؟ طب ما تتأكد من العنوان اللي معاك يا ممدوح بيه. هو رقم التليفون اللي انت جبتيه على العنوان ده؟ يعني لو مره هيستنى اما نشوف. على جنب يا اسطى لو سمحت. شكرا. مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. دي شقة الأستاذ صبري لو سمحتي؟ أيوه. افتحي يا أختي، إحنا قرايبه وجايين نزوركم. هو حضرتك الأستاذ عصمت؟ الحقيقة لأ. هو حضرتك قصدك على الأستاذ عصمت ابن الحاج نعمان اللي كلمك في التليفون امبارح؟ أيوه. ما إحنا جايين من طرفه. أهلاً وسهلاً. إحنا مش هنطول على حضرتك، هما سؤالين مش أكتر. طيب اتفضل. هو انت المدام بتاعته؟ ايوه. مش زي يعني ما كان بيقول ابوك؟ نعم. لا ما فيش الا صوره مين دي لو سمحتي. ده حمايه، انت تعرفيه؟ متهيج لي يعني اني شفته قبل كده. يا الله، امال فين صوره صبري بيه؟ صبري بيه؟ ايوه، أنا أصلي يعني مش شايفة له صورة متعلقة. ما هي قدامك أهي. هو ده؟ أيوه. أنتِ متأكدة إن ده صبري عبد الرازق بركات؟ لا، ده صبري إبراهيم. يعني ده ابن أخت الحاج نعمان؟ هو بعينه، بس على فكرة الحاجة زهرة الله يرحمها مش أخته، دي تبقى بنت عمه وأخته في الرضاعة. أيوه عارف. واضح إن إحنا بندور على واحد تاني. هو أنتِ يا أختي ما نزلتيش محلة بركات قبل كده؟ محلة بركات؟ فين محلة بركات دي؟ تبقي مش انت وصبري بيه اللي احنا بندور عليه، واحد تاني. شفتي يا ممدوح بيه؟ اني كان عندي حاج نصاب وعرف بشراكة الحاج نعمان مع ابويا، قام استغل اسم اللي اسمه صبري ده وجاي يلعب بينا في البلد. اني كنت عارفة من الاول انه مش اخوي. طب بعدين يا صفية بعدين، يلا بينا دلوقتي. هي ايه الحكاية بقى بالظبط؟ لا ابدا مفيش حاجة، احنا اسفين جدا لو كنا ازعجناكي. يلا.